أثار نجم الوداد الرياضي عطية الله اهتمام متابعي المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022 اعتمادا على الدقائق التي خاضها مظهرا خلالها إمكانياته ومؤهلاته التي نالت إعجاب النقاد. وتحدث مصدر مطلع عن تألق عطية الله التاريخي مع المنتخب المغربي في مونديال قطر، مؤكدا أن اللاعب يضع يده على باب مغادرة الوداد الرياضي سواء في الميركاتو الشتوي أو الصيفي بالنظر للعروض القوية التي من المرتقب أن تنهال على فريقه. وتابع أن الإشادات تلاحق عطية الله بعد تألقه أمام كرواتيا أو أيضا أمام بلجيكا وإظهاره لإمكانياتها على المستويين الدفاعي والهجومي، الأمر الذي يجعله خيار ناجح لأندية الراغبة في التعاقد معها كلاعب بمواصفاته. وشدد ذات المصدر على أن عروض أجنبية وخليجية كانت تلاحق عطية الله سابقا بيد مشاركته الناجحة في المونديال، بإمكانها أن تزيد الضغط على الوداد الرياضي الذي سيصعب التسطيل إغراءات الأجانب وأيضا لطموح اللاعب في الاحتراف بأوروبا لو نال عرضا جيدا في قادم الأيام.